تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. في مديح الظاهرة الصوتية مؤسسة ياسر عرفات، تشرفت بحضور الملتقى الرابع لمؤسسة ياسر عرفات في القاهرة 2018. الملتقى كان برئاسة السيد عمرو موسى، اتكلم فيه السيد ناصر القدوة وعدد من الشخصيات البارزة. السيد ناصر القدوة اتكلم وقال ان لابد ان احنا نعيد النظر في رؤيتنا وفي ادائنا مع القضية الفلسطينية، وقال ان الرباعية الدولية اللي هي مسؤولة عن التفاوض والتسوية السياسية بقالها سنين كتيرة جدا هي رباعية فاشلة، وانه طالما الرباعية الدولية فاشلة ده مش قدر محتوم، لابد نفكر في بدائل للرباعية الدولية. ده كان جزء من أفكار التي طرحت في مؤسسة ياسر عرفات من السيد ناصر القدوة. الأستاذ عبد الله السناوي اتكلم وقال إحنا توقعنا تنفتح أبواب جهنم في المنطقة أول ما ترامب قال إن هينقل السفارة إلى القدس، قلنا هتنفتح أبواب الجحيم، ولما حدد إن يوم النكبة هيكون اليوم اللي ينقل فيه السفارة أو يفتتح فيه السفارة الأمريكية في مقرها الجديد، قلنا هتنفتح مرة أخرى أبواب الجحيم، إلا إنه ولا باب من أبواب الجحيم قد فتح، والناس كلها عدت الأمور بشكل طبيعي، وإن كل توقعات رد الفعل لم تكن دقيقة، لأن ما حصلش رد الفعل القوي اللي يناسب قرار غير قانوني مثل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إنما وسط هذا الإحباط كان في صوت كبير يدعو للأمل. وزير خارجية أسبانيا السابق موراتينوس قال أنتم محبطين أكتر من اللازم، وضع العرب ليس سيئا إلى هذا الحد، ووضع القضية الفلسطينية ليس سيئا إلى هذا الحد، بالعكس الأمور أفضل، ولابد أنكم تمتلكوا قوة الأمل، وإنه المستقبل قد يحمل ما هو أفضل لصالح القضية الفلسطينية. ده اللي خلى السيد عمرو موسى يقول له لا فض فوك يا موراتينوس، لأن هو فعلا في وسط موجة من الإحباط أعطانا الكثير من الأمل. في هذا اللقاء أو هذا الملتقى لمؤسسة ياسر عرفات، جلس إلى جواري النائب في الكنيسة النائب العربي أحمد الطيبي، وكنا اتكلمنا قبل كده في الطبعة الأولى، وقلت إنه قضية بولندا وإسرائيل، وقلت لحضراتكم ان بولندا بتقول ان حصل هولوكوست وحصلت محرقة وان هتلر ارتكب جرائم فظيعة جدا، لكن مش البولنديين اللي عملوا كده، وعملوا قانون في بولندا اللي هيقول ان البولنديين هم اللي قتلوا اليهود هيدخلوا السجن، اللي هيقول كده يدخل السجن ويدفع غرامة كبيرة، ودي عاملة ازمة كبيرة بين بولندا وبين اسرائيل. شرحنا ده قبل كده، وقلت لحضراتكم انه النائب في الكنيسة النائب العربي أحمد الطيبي طلع وقال كلام في مواجهة بولندا، فلما شفته في الملتقى قلت له أنت ليه اتكلمت في مواجهة بولندا؟ منطق بولندا إن هم ما أجرموش، وإنها كانت دولة محتلة، وإنه الألمان اللي عملوا كده مش البولنديين، وحتى وزير خارجية ألمانيا جابريل قال نفس الكلام بتاع البولنديين. في كل الأحوال كنت ممكن تلتزم الصمت، منطق الإسرائيليين يهاجموا لفني وغيرها نتنياهو وغيره، لكن مش مفيش ضرورة حتمية إنك كنت تتكلم في هذا الموضوع. قال لي كلام كتير أحمد الطيبي، إنما قال إنه مرة اتكلم في الكنيسة واتكلم على موضوع الهولوكوست، وقال إنه العرب أو المسلمين إن الكل بيدين الهولوكوست، وبعد ما اتكلم كلام في إدانة الهولوكوست حصل انه نواب الكنيسة كانوا سعداء جدا بهذا الكلام، لغاية ما انتهى ان هو قال لكن بعد كده وبعد اليهود ما بقوا ضحية هتلر والنازية، الفلسطينيين بقوا ضحية اليهود، فالفلسطينيين بقوا ضحية الضحية، اصبحوا ضحية الضحية. والحين ده مصطلح بارع جدا في وصف المأساة الفلسطينية، ان الفلسطينيين اصبحوا مع اليهود ضحية الضحية. الجو اليائس اللي كان موجود في نقاشات مؤسسة ياسر عرفات الحقيقة كان في المقابل من يبثون الأمل،
لما اتكلمت مع بعض قيادي فتح والسادة الحضور والشيخ عكرمة صبري مفتي القدس وآخرين، كان ليا تقدير إن في أسباب للأمل تجاور أسباب اليأس. نمرة واحد، إن في انقسام فلسطيني، إنما كمان في انقسام إسرائيلي إسرائيلي. ينبغي أن ندرك إن المجتمع الإسرائيلي ليس سواء، وإنه في خلافات عميقة جدا وانقسامات حادة جدا في المجتمع الإسرائيلي. نمرة اتنين، إسرائيل بعد نتنياهو أضعف. نتنياهو إدى قوة كبيرة لإسرائيل في السنوات الماضية. نتنياهو 2018 يا بره السلطة يا إما هيدخل السجن. إسرائيل بعد نتنياهو سواء اتسجن أو عزل من الحياة العامة هتكون أضعف، لأن ما عندهاش شخصية في الحياة السياسية بثقل نتنياهو والترتيبات اللي عملها إقليميا ودوليا، وبالتالي صورة إسرائيل بعد نتنياهو هتكون أضعف، وده كمان يدي أمل للجانب الفلسطيني. نمرة ثلاثة، في مديح الظاهرة الصوتية، لأن البعض يقول لك وهي مؤسسة ياسر عرفات بتعمل إيه؟ وهم العرب بيعملوا إيه غير مكلمة مكلمة مكلمة؟ هم لا يملكوا إلا مجرد كلام في كلام وإدانات وكلام ضد إسرائيل وكلام عن القانون الدولي، إنما كل ده مجرد مكلمة لا قيمة لها. أنا ضد هذا الكلام، وأرى أن الكلام له قيمة كبيرة، وأنا بأمتدح الظاهرة الصوتية التي تحاول أن تحافظ وأن تخلد فلسطين. السكوت جريمة والصمت خيانة، ولما تتذكر فلسطين باستمرار والقدس باستمرار ده دعم لفلسطين وللقضية الفلسطينية. يبقى اللي بيسيء للعالم العربي يقول إنها ظاهرة صوتية، بمعنى إنها ظاهرة لا قيمة لها ومجرد كلام لا معنى له ولا وزن له، ده بيسيء للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لا ينبغي النظر إليها أنها ظاهرة صوتية، بالعكس ينبغي أن نتحدث دائما، نرفع أصواتنا دائما، لا ننسى أبدا القضية الفلسطينية. الظاهرة الصوتية مهمة جدا لتخليد فلسطين في الذاكرة. أخيرا في هذا التحليل، الصورة الذهنية الحضارية لفلسطين ينبغي أن تسبق صورة الدولة. الموضوع مش بس نشأة دولة فلسطين أو إعادة تأسيس الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، إنما الموضوع المهم أيضا بالتوازي وربما يكون أهم، الصورة الحضارية للفلسطينيين وللدولة الفلسطينية. فمؤسسة زي ياسر عرفات ينبغي أن تتوسع، ومنطقي يكون في جامعة اسمها جامعة ياسر عرفات، في مركز دراسات استراتيجية يحمل اسم ياسر عرفات، تقدم منح لبعض الطلاب باسم ياسر عرفات. ينبغي أن تكون هناك مهرجانات ثقافية وفكرية موجودة في فلسطين باسم الزعيم ياسر عرفات وباسم زعماء وطنيين آخرين. لا ينبغي أن نختزل فلسطين في مجرد أخبار الدم، ده شعب عظيم عنده حضارة عظيمة وتاريخ عظيم، ولا بد أن تتبدى هذه الحضارة في كل ما يجري في فلسطين. لا ينبغي أن تنسي إسرائيل فلسطين أنها دولة وشعب يملكان حضارة عظيمة وتليدة. لابد من الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني قبل الصورة السياسية لشعب فلسطين. الصين تعلن أن عام 2049 نهاية التاريخ. فاكرين حضراتكم كتاب فرانسيس فوكوياما اللي قال فيه نهاية التاريخ أو عنوانه نهاية التاريخ؟ كانت وجهة نظره إن التاريخ المعاصر صراع بين الاشتراكية والرأسمالية، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، حلف وارسو وحلف النيتو، موسكو وواشنطن، الشرق والغرب. لما ينتهي هذا الصراع بانتصار الغرب انتصارا تاما وانهيار الاتحاد السوفيتي، خلاص مش هيحصل صراع من جديد، دي نهاية التاريخ بحكم أمريكا للعالم وسيادة النموذج الديمقراطي الرأسمالي في العالم. هذا كان المفهوم الرئيسي عند فوكوياما، نهاية التاريخ، إن التاريخ انتهى بنهاية السوفييت وسيادة أمريكا، وأن الأمركة هي مستقبل العالم.
وأن الغرب هو سيد المستقبل وأنه لا تاريخ بعد الغرب، الغرب نهاية التاريخ. ممكن نقول إن الصين لديها تصور آخر لنهاية التاريخ، أن الصين تنجح تجربتها تماما وأنها تطبق نموذجها للعولمة وأن تكون الصين حدودها العالم. الصين حطت عام 2049 العام النهائي للنجاح التام للصين، يعني نجاح التجربة الصينية التام يكون 2049. الزعيم الحالي للصين الزعيم شي جين بينج عنده تصور اقتصادي شرحناه فيما قبل، اللي هو طريق الحرير الجديد أو الذي أصبح اسمه حزام واحد طريق واحد، ربط آسيا بأوروبا وأيضا بإفريقيا، محاور برية ومحاور بحرية، رؤية الصين للعولمة أو عولمة الصين للعالم. إنما بالإضافة لهذا الأداء الاقتصادي في أيضا فلسفة سياسية توازي الفلسفة الاقتصادية. أحد الباحثين قال إن رؤية الصين في المستقبل إن مجتمع عالمي مصير مشترك، وإن الصين هتتمدد نفوذا من أجل مصير مشترك وسلام عالمي، بحيث إنها لن تتوقف لا في آسيا ولا في أوروبا، وإنما هتكون حدود الصين هي العالم. لما نشوف التجربة الصينية في النهضة ونشوف إن هم إزاي بيقولوا إن عام 2049 بمثابة نهاية الرحلة أو نهاية التاريخ أو وصول الصين إلى النجاح الكبير والحلم الكبير، وإن ده ماشي على قدم وساق في الصين طبقا لرؤية واستراتيجية وخطط واضحة محددة، في هذه الحالة بننبهر قطعا بالنموذج الصيني. الصين دلوقتي وهي بتحدث الجيش وتحدث الاقتصاد وتحدث كافة أبعاد الدولة الصينية، بنتكلم كل يوم على جديد، إما صواريخ بعيدة المدى تصل ل 11 ألف كيلو أكتر، وإما غواصات حديثة، وإما حاملات طائرات، ودلوقتي في حاملة طائرات صينية صناعة صينية تدخل خدمة 2020، أول حاملة طائرات كبرى صناعة صينية. حاملة الطائرات اللي قبل كده اللي كانت بتمتلكها الصين هي حاملة طائرات سوفيتية أخذتها الصين من أوكرانيا قبل كده شراء من أوكرانيا، لكن الصين بتمضي بخطى ثابتة. في تحليل ذلك النقاط الثلاث التالية: نمرة واحد، إنه الرؤية بدأت من الزعيم الأسطوري للصين دينج شياو بينج، اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو في سنة 79 قال رباعية التحديث، تحديث الجيش، تحديث العلم، تحديث الزراعة، تحديث الصناعة. يبقى بالعلم والصناعة والزراعة والقوة العسكرية تبنى نهضة الصين، وقد بنيت كذلك منذ وضع أسس هذه النهضة العظيمة في الأوقات المعاصرة الزعيم دينج شياو بينج. النقطة الثانية التدريج. الصين مش دولة بتعمل ضجيج، مش عشان بنوا سفينة ولا عشان عملوا صاروخ بعيد المدى ولا عشان عندهم قنبلة نووية يعملوا الدوشة اللي عملها مثلا كوريا الشمالية أو اللي كانت معمولة قبل كده في العراق في أيام الرئيس صدام حسين، مفيش هذه الدوشة. إنما هذا الضجيج خطر، لما كل شوية تكلموا عملنا عملنا عملنا، ده يقلق العالم من ناحية ويخلي الشعب الصيني يفتكر ان هو وصل الى اعلى مستوى. انما الصين مشيت في صمت بدون ضجيج. دلوقتي بدأ صوت الصين يعلى كتير عما مضى بعد بقت راسخة على الارض وعندها قوة كبيرة جدا، الاقتصاد رقم 2 في العالم والجيش رقم 3 في العالم. يبقى استراتيجية الصين في اللا ضجيج وفي التدرج والصعود الصامت لا شك أنها استراتيجية ملهمة لأي دولة صاعدة في عالم اليوم. ثلاثة وأخيرا، ما بعد التمكين. الجماعات الإسلامية بتتكلم باستمرار عن التمكين، يقصد التمكين من السلطة أو التمكين في السلطة، التمكن من إدارة أي مكان، الموضوع كله صراع سلطة. فالتمكين المفهوم عند حركات الإسلام السياسي
هو تمكين هؤلاء الأشخاص في حكم أي بلد أو حكم أي وطن، تمكين هؤلاء في السلطة. مفهوم التمكين الصيني هو التمكين الحضاري، إن هدف الصين تصل إلى مرحلة التمكين الحضاري، وهي الآن وصلت إلى مرحلة التمكين الحضاري. وعام 2049 100 سنة على الثورة الصينية، ده التاريخ اللي محطوط إن هو النجاح التام والكامل للنموذج الصيني اللي احنا بنسميه نهاية التاريخ من وجهة نظر الصين. 2049 الصين تعلن نهاية التاريخ بالنسبة لها. قصة الحروب التجارية التي أعلنها ترامب، هل ينتصر حقا؟ أمريكا حضراتكم عندها عجز تجاري، يعني بين الواردات والصادرات العجز الأمريكي السنوي يصل إلى 800 مليار دولار، رقم خرافي جدا، يعني قرابة تريليون دولار عجز سنوي في الميزان التجاري الأمريكي، بمعنى إنها بتستورد وتصدر. لما تحسب الفرق بين الصادرات وبين الواردات، العجز ده، الفرق ده اسمه عجز الميزان التجاري. عجز الميزان التجاري الأمريكي بيوصل لكام؟ 800 مليار دولار سنويا. فالرئيس ترامب منزعج جدا من هذا العجز وعايز يرمم هذا العجز. ده من أدوات ترميم هذا العجز إن يعمل جمارك مرتفعة. هو بيستورد حاجات كتيرة جدا فيرفع الجمارك، فالواردات تقل لأن تكلفتها أصلا هتزيد، يبدأ يعتدل الميزان التجاري. ودي أفكار لم تكن أفكار رأسمالية ولا أفكار عولمة ولا أفكار أمريكا اللي قالتها في السنوات الأخيرة، إنما ترامب بينحو منح اشتراكي من أجل حماية ميزان التجاري الأمريكي. القصة الجديدة إيه بقى؟ إن رئيس ترامب كل شوية يفرض إجراءات حمائية، يرفع الجمارك وبالتالي يرفع ثمن السلع، وبالتالي مش هتخش أمريكا هذه السلعة. فهو اليومين دول قرر إن هو يرفع الجمارك أو الضرائب على الواردات بقد إيه؟ 25% على الصلب و10% على الألمونيوم. وطبعا ده لما أنت ترفع أسعار الصلب والألمونيوم بنسبة 25% في الصلب و10% ألمونيوم، ده معناه تكلفة كبيرة جدا في الصناعة. فشركة زي شركة تويوتا اللي هي أكتر شركة موجودة في سوق السيارات الأمريكي، تويوتا في أمريكا باعت 2017 2,400,000 عربية، يعني 2.5 مليون سيارة تويوتا في أمريكا اتباع سنة 2017. فتويوتا طبعا لما أنت ترفع عليها هذه الأسعار وهي بتستورد صلب وألمونيوم عشان بتحتاج ده في الداخل، أنت بترفع ثمن العربية كتير جدا. ولما ترفع ثمن العربية تويوتا كده، معناها ممكن تويوتا ما تنجحش في السوق الأمريكي. عشان كده تويوتا احتجت، المكسيك احتجت، كندا اللي هي أكبر مصدر للصلب لأمريكا احتجت، البرازيل احتجت، أوروبا، الكل، العالم في حالة انزعاج من قرارات الرئيس ترامب الحمائية اللي هو رفع الجمارك على الواردات من الصلب والألمونيوم. إيه هي وجهة نظر الرئيس ترامب؟ بيقول لك نمرة واحد إن إحنا عجز سنوي 800 مليار دولار، ده بسبب السياسات الحمقاء للرؤساء الأمريكان اللي قبل كده، إن أمريكا بتتصرف بغباء في هذا الإطار. دي رؤية الرئيس ترامب. نمرة اتنين بيقول لو في تجارة مع بلد معين والبلد ده يكسب 100 مليار دولار وأنا ما كسبش حاجة، دي مش تجارة ودي تبقى بلد وقحة. فهو كمان شتم البلاد اللي بتصدر أكتر من اللازم لأمريكا وصفها بالوقاحة. نمرة ثلاثة، لما نكون بنخسر بقى مليارات في الحروب التجارية، طب يلا بقى حروب تجارية وأنا هنتصر في هذه الحروب التجارية. يبقى إذن الرئيس ترامب بيقول حروب تجارية وأنا هنتصر في هذه الحروب التجارية وهخسر كل الناس اللي هم خسروا أمريكا قبل كده. لما الرئيس ترامب قال الكلام ده الناس قالوا هل ده في مصلحة أمريكا؟ مؤيدي ترامب قالوا ليه بقى؟ لأن ده يؤدي إلى رفع أعداد الوظائف ويقلل البطالة في أمريكا. لكن كلام ترامب إن ده هيرفع الوظائف وكلام مؤيديه مش الكلام الأدق، لأن مثلا صندوق النقد الدولي، مؤسسات مالية أخرى، CNN اتكلم لها خبراء مهمين في الاقتصاد الأمريكي قالوا مش هتزيد الوظائف في أمريكا
ولا هتقل البطالة بعد قرارات ترامب، إنما ده كلام مش مظبوط، بل إن في خبير قال سي إن 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 ترامب سيخسر وأمريكا ستخسر بهذه الإجراءات الحمائية أو رفع الجمارك على الواردات لأمريكا. الرئيس ترامب وجهة نظره إن هو ممكن يكسب، إنما دول كتيرة بتقول إن هو هيخسر، وهو كده بيربك كل الاقتصاد العالمي. وفعلا البورصة في أمريكا، في آسيا، في أوروبا تراجعت، والأوروبيين بدأوا يقولوا طب إحنا كمان هنعمل جمارك، جمارك بجمارك وضرايب بضرايب. طيب أوكي، أنت مش عايز تدخل المنتجات الأوروبية عندك، وإحنا كمان مش هندخل المنتجات الأمريكية عندنا. فالرئيس ترامب قال لو الأوروبيين رفعوا الجمارك، زودوا الجمارك على السيارات الأمريكية أو الواردات القادمة من أمريكا إلى أوروبا، هو هيرد بعنف على هذا الكلام. إذن بدأنا حرب تجارية. هذه الحرب بدأت منذ فترة، لكنها وصلت الآن إلى مستوى عالي جدا بعد قرارات الرئيس ترامب أنه يرفع الضرائب أو يزود الجمارك على واردات أمريكا من الصلب ومن الألمنيوم. كندا تحتج، المكسيك، البرازيل، الصين، الاتحاد الأوروبي، البورصات تراجعت. سي إن إن تقول أن ترامب هيخسر، ومع ذلك ترامب مصر على أن يستمر في هذه السياسات، وبيقول إنها الحرب حروب تجارية لكننا سنربح. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.